لا إيمان لمن لا محبة له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يؤتيك ربك فترضى، صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا سيما الأولين بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق، سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب سيدنا ومولانا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه السعيدين الشهيدين سيدنا إمام حسن والإمام حسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى علماء أمة سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، واجعلنا من المسلمين يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.